أهلا بكم من جديد. نظم بيت الشعر التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بحضور الشيخ حمدان بن خليفة الشرقي وسعادة خالد الضنحاني رئيس الجمعية وعلي الحفيتي مدير عام الأكاديمية وعدد من المسؤولين والمثقفين في إمارة الفجيرة، ذلك في مقر الأكاديمية، أمسية شعرية موسيقية زايد في عيون الشعراء، وذلك ضمن احتفالات عام زايد وذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان النهيان الذي دعم واهتم بالشعر والشعراء، وكانت له إسهامات وإبداعات كثيرة في مجال الشعر النبطي. تعالوا ويانا مشاهدينا نتابع هذا التقرير من خلال الأمسية الشعرية، فإلى هناك. أولاً اليوم سعدت بتواجدي هنا بدعوة من أكاديمية فجيرة للفنون وجمعية الفجيرة الثقافية في الأمسية الشعرية بزايد في عيون الشعراء. أشكر المقيمين على هذا الأمسية وما قصروا، إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. بمناسبة عام زايد نحن كشعراء يعني أبسط شيء ممكن نقدمه لشخصية جدا عظيمة الشيخ زايد الله يرحمه، هي الكلمات اللي تطلع من داخلنا بكل صدق وأمانة بمناسبة عام زايد. طبعا نحن ما نقدر لو قلنا وكم قلنا، لكن ما راح نوفي مثل هالإنسان. جدا سعيدة مشاركتي في الأمسية الشعرية المقامة بمناسبة عام زايد اللي هي زايد في عيون الشعراء. طبعا يعني جدا استمتعنا مع الحضور، مع التنسيق، مع الطاقم اللي متعاون جدا. بيت الشعر هو إحدى مبادرات جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في إمارة الفجيرة. هدف بيت الشعر كمبادرة هو تسليط الضوء على الأسماء الشعرية التي تستحق الإبراز والظهور والاحتفاء في إمارة الفجيرة بالتحديد ومن مختلف إمارات الدولة عموما. الأمسية الشعرية هذا المساء كانت بعنوان زايد في عيون الشعراء، ألقى الشعراء عدد من القصائد التي تحكي عن إرث وقيم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورافق الشعراء عدد من العازفين الأساتذة في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة الذين كان لهم تعاون وحضور بارز في هذه الأمسية الشعرية هذا المساء. زايد وكم زايد وزايد بالمعاني والسمات، زايد تفرد عن وصوف الناس كالبدر المنير، جمع سبع دانات في ظل اتحاد الغالية. الله يعطيك العافية. طبعا العازف والفنان عمر زياد يعطيك العافية على هالمعزوفة الجميلة اللي قدمتها لنا. بداية أهلا وسهلا فيك في صباح الخير يا وطن، ويسعد صباحك. صباح النور. طبعا أنا أول شيء أرحب بحضرتك ويسعدني ويشرفني التواجد هنا في تلفزيون الفجيرة، وأهلا وسهلا. أكيد، ونحن أكثر بعد. بالبداية عمر خلينا نتكلم عن مشاركتك في الأمسية الشعرية اللي شاهدناها من قليل،
اللي هي زايد في عيون الشعراء، وكيف كانت المشاركة في هذه الأمسية وبرنامج الأمسية أيضا خلال مشاركتك في آلة القانون؟ الأمسية هي كانت يوم الثلاثاء الماضي. الأمسية كانت خاصة عن بعنوان زايد في عيون الشعراء رحمه الله، كانت تضمن الموسيقى والشعر في آن واحد. فبداية الأمسية كانت افتتاح على آلة القانون، افتتحنا بكلمة بعدها يعني عزف على آلة القانون كان ارتجال، ومن بعدها رافقت الشعراء أنا بالعزف، يعني رافقتهم بالعزف، وكانت في فقرات موسيقى يعني قدمت آني، وقدم أولدو مدرس آلة البيانو بالأكاديمية، وختام الأمسية كنا أنا وأستاذ علي، يعني ختمنا أنا وأستاذ علي مدير الأكاديمية قطعة موسيقية كانت. نعم يعني البرنامج كان منظم بحيث أنه يتناسب مع المقطوعات الموسيقية الأخرى، مع المشاركين في هذه الأمسية وأيضا مع الشعراء. نعم بالضبط. إنزين، بالنسبة لبداياتك على آلة القانون، أكيد هناك شيء عزفك للمرة الأولى أنك تعزف على مثل هذا النوع من الآلات الصعبة، فحدثنا يعني عن هذا الشيء اللي خلاك تهوى هذا النوع من الآلات الموسيقية وتختاره عن بقية أنواع الآلات الأخرى. هي أولا كانت مو رغبتي، هو والدي شجعني على هذا الموضوع. الوالد بعد موسيقي؟ لا الوالد مو موسيقي. بس محب للموسيقى. أي فهو شجعني على هذا الموضوع منذ كان عمري 6 سنوات يعني. وصوب الاختيار صراحة. الحمد لله، ويعني استمريت شوي شوي، طبعا كنت صغير 6 سنوات يعني كنت ما أعرف شنو الآلة يعني، فشوي شوي يعني درسنا، والحمد لله دخلت معها دراسات الموسيقية وخلصنا الشهادة وكمل الدراسة واستمرنا ولحد الآن يعني. بما أنك يعني اليوم كنت مشارك في أمسية شعرية وبنفس الوقت هناك آلات موسيقية، بوجهة نظرك كيف بتشوف ممكن أن الآلات الموسيقية أو الموسيقى بحد ذاتها تبرز جمالية معاني الكلمات الشعرية؟ الفن بصورة عامة يعني كل المجالات، تحديدا الموسيقى والشعر، يعني هي الفنون كلها بصورة عامة متلائمة مع بعض، كلها مكملة لبعض. صح. فأكيد الموسيقى راح تضيف للشعر طابع مميز ونكهة خاصة مميزة يعني. إنزين، خلينا نسمع شيء ثاني منك. إيه. إنزين، شو حابب تسمعنا أول شيء؟ يعني شو بيكون اسم المقطوعة؟ هذه مقطوعة لونجا، لونجا من القوالب الموسيقية. لونجا تعني الرقصة بالكلمة التركية، هي لونجا معناها الرقصة، الرقصة تعني الرقصة. إنزين نسمع وياك.
يعطيك ألف عافية عمر، وكل الشكر لك على هذه المعزوفة الأكثر من رائعة. شكرا. كل الشكر وجودك ويانا بعد. يسعد صباحك مرة ثانية. شكرا جزيلا.